ترجع دموعي تضم ونسيها الألم. يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك، كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا مثل الأيام قلبك كسر قلبي، مثل الأيام صابوا الأعمال، ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته. شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري، وانت منك جوا. مثل الأيام كنا أنا وأنت، بقلبك محلي وجوا قلبي أنت. وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك. يا رايقني يا رايقني كنت بوقتها اختفي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا محمود شو بدك لترجع لي البنت؟ كل خير، ما بدي غير كل الخير. محمود عم قلك شو بدك لترجع لي البنت؟ اطلب شو ما بدك، شو ما بدك بعطيك، أي شي بالدنيا، جيب زينة وتعال عندي وخذ شو ما بدك. لك يا إياد، أنا أخوك الكبير، حافظك بصم، شو بدك ياني آخذ لك البنت لعندك؟ مشان تضحك علي، شايفني هندي بريشة. محمود طلب، قلي شو بدك، طلب شو ما بدك. أول شي بدي إياه منك إنك تطمن إنه البنت بألف خير ومبسوطة وقاعدة هي وولاد عمها وعمتها وجدها وعم يلعبوا. قلي شو بدك محمود، أنا على أعصابي من الصبح. بدي إياك تجيب معك شوية مصاري، بتجيب لي شي 10,000 دولار وبتجي لعندي. بدي سكر الديون اللي علينا، أجار البيت والمولدة والدكان والفواتير كلياتها، وبجيب زينة وبرجع نزلها معي يعني. ما لا لا، الله يسامحك، بنتك قيمتها عندك 10,000 دولار؟ لا يا أخي، ما أنت بتشتري لها فستان وسكربينة ب10,000 دولار، ولا أنا غلطان؟ تحمل حالك وبتجي لعندي، بتكون لوحدك، بدي أقعد أنا وأنت وأخوك وأبوك مثل أيام زمان لما كنا عيلة. تيجي لحالك وبنحكي، ويكون بعلمك ها، صحيح البنت مانا هون، بس هي بمكان آمن وما حدا بيقدر يقرب عليها. بس قسما بالله يا إياد، إذا بتخبر الشرطة ما رح تلاقيها تحت تاسع أرض، عم تفهم؟ ماشي،
أنا رح روح أسحب مصاري هلأ وأطلع لعندك فوراً. لحالك؟ إيه أكيد، أكيد لحالي. إيه عال، ده كان سوء على مهلك. ومثل ما قلت لك، لا تخاف، البنت بمكان آمن. كلب، كلب! واطي قلب فرجي. قديش طلب تارد البنت؟ طلب 10,000 دولار قال هلأ مبدئياً وبعدين بنحكي. طيب يلا أنا بطلع معك. لا لا ما فيني أخذك معي. بلا الله يخليك خدني. أنا عم قلك ما فيني أخذك معي، هو طلب إنه ما حدا يطلع معي. طيب خلص أوكي، أنت روح وأنا بحكي مع الدرك بحلها معه وقولي نوقفوا تفتيش. أوكي جنى، ما بعرف إذا الحشي يوم تقدر تسامحيني فيه. خلص مش وقت وهالحكي هلأ، روح جيب البنت أنا اطمن عليها. روح روح. Yes. Thank you. Surprise! حبيت؟ اشتقت لك. ما بدك تقول لي شيء؟ في اطلع غير ثيابي وتحمم ولا بدك تشتكي علي كمان للإدارة بالجامعة؟ اوكي حياتي، انت طلع اتحمم حضر حالك وانا رح كون ناطرتك هون. مطرح ما يسري يمري يا حبيبتي. يا حبيبتي نعم. جهزي حالك انت وسامي والاولاد، بدي اخذكم على بيت ثاني تناموا هنيك الليله. بكره الصبح بجيب لكم فطور، بنفطر وبنرجع لهون. طول بالك محمود، لسه الاولاد ما خلصوا عشاء. بس وين البابا؟ لسه ما اجى ياخذ لي لعنده هو وجنى. هلا بيجي، هلا بيجي حبيبتي، هلا بيجي. طب اقدر احكي معه على الموبايل؟ بس نروح على هداك البيت خليكي تحكي معه. ايه وهنيك بدي احكي لك حكايات كنت احكيها لابوكي وهو صغير. يلا حبيبتي قومي، يلا لا تخافي، تعي 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 لحتى اقول لك. وبدي اعلمك لعبه البصره والليخه، شو رايك حبيبتي؟ والزينه ليرة. ومن المتوقع أن تشهد هالأسعار ارتفاع جديد الأسبوع المقبل تماشيا مع عودة الارتفاع لأسعار النفط. منتابع الأسعار الجديدة لهالأسبوع. نديم؟ ايه مها. قوم البص، أنا لبست تيابي، بدنا نروح نتعشى. خير شو في؟ بدنا نتعشى أنا وياك وتينا، البنت مرقة بكابوس وأنا وياك لازم نساعدها. يلا فوت البص. تعال. تتتتتم تتم، بيك عزمنا على العشاء. هيدي احلى خبريه بسمعها من 20 سنه لهلا. يلا يلا قومي قومي البسي وزبطي حالك منيح. بس انا مش انت ما راح تروحي علي فرصه صار لسنين ناطرتها. يلا قومي قومي. بعدين انت كثير مبينه حلوه اليوم، شو هيدا فرجيني؟ واو حبيبتي انا على طول حلوه، بس انت وبيك مش منتبهين لي.
يلا قومي البسي وزبطي حالك منيح. لك تينا اذا عندك شي مطرح هيك فيه شويه رقص. اي والله لا ارقص لك لعب بكره الصبح حتى تعرفي انت لمين بتحبي الرقص وبتعرفي ترقصي. تام تام يلا يلا ناطرينك. يلا ساري قومي نحن بنطلع من هون. نطلع من هون؟ أنا بدي أسهر معك، بدي أقضي معك كل الليل. سالي عم بقول لك قومي خلصيني. معصب واصلي معي لهون. يلا. رح تندم كثير دكتور. ما بنصحك تتصرف معي بهالطريقة. صدقني بتندم كثير. اطلعي لبرا سالي. اطلعي أحسن ما طلعك بالهوة. وعك تفكري إنه تهديداتك هي عم تخوفني. أنا ما عاد خاف منك. ما انت تشكيتي علي وخلص. بقتل الحالة ببيتك. تعرف شو يعني؟ هي بعرف شو يعني. يعني واحدة مجنونة وانتحرت. وعك تفكري إنه بس انت عندك صور وتسجيلات صوتية. وأنا كمان عندي تسجيلات صوتية وصور إلك وأنت حامل المسدس وعم تهددي إنك تنتحري إذا تركتك. انتحري، ليش ما بتعمليها؟ إن شاء الله تعمليها. بركي بخلص من هالمصيبة اللي إجت فوق راسي. معقول كون أنا هالقد بحبك وأنت هالقد بتكرهني؟ أنت بتزيتيني. أنت خربتي لي حياتي. أنا بكره نازل على الجامعة لأقدم استقالتي قبل ما هنن يقلعوني. ومن المختبر كمان وتارك لك البلد كلها تفرحي تعملي فيها اللي بدك اياه وراجع على لبنان. بركي بتشيليني من راسك وهيك نرتاح من بعض. رامي رامي بليز ما تفل. رامي انا مستعده اتنازل عن كل شيء قلته وعن كل شيء حكيته. انا مستعده اقول اني كذبت بس بليز ما تفل وتتركني. انت بس قلي شو عامل. قلي شو تعملي. ما انت عملتي كل شيء. إذا رحتي عملتي فحص لحتى تثبتي إنه أنا وياكي عملنا علاقة وتشكيتي علي على الجامعة وعلى المختبر خربتي لي كل حياتي. شو بدك تعملي أكثر من هيك؟ طيب بليز قل لي شو بدك أعمل وأنا مستعدة أعمل اللي بدك إياه. أنا بدي منك شغلة واحدة بس. قل لي. إنك تختفي من حياتي. وعلى طول. ايه اللي انت جايبه ده؟ زوزو قالت لي ما في خبز بالبيت رحت جبت خبز. وانت اي حد كده ممكن يشغلك خدام عنده؟ شو قلت؟ انا خدام؟ اه خدام. لما تكون لسه متعرف على حد ويطلب منك حاجه وتنزل تجيبها له تبقى خدام. ومن غير ما اقول لك كمان تبقى خدام. خليك راجل. انا رجال. رجال؟ ماشي يا عم الرجال. خش بقى اعمل لي سندوتش جبنه بالعيش اللي انت جايبه ده وما تنساش الخيار وياك العيش. رجال قال كتك 60 ميله. لك يا فادي يا حبيبي ما تزعل. نبيل هو هيك بيحكي كلام بيأذي ما تزعل منه. زوزو انت كنت تظهري مع نبيل؟ انا يا رحمانة بقيت بتغير دلوقتي على زوزو؟ طب اخرج لي بره بقى عشان عايزها في موضوع. اخرج مش قلت لك اخرج. لا 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 لا
كل شيء صار معي من يوم ما طلعت من هالبيت عروس طفلة بنت 16 سنة لليوم غير فيي كل شيء، قلبني فوقيني تحتيني. زواجي من نبيل وعذابي معه نساني كل شيء تعلمته من يوم اللي خلقت لصار عمري 16. من بعده حسيت كأني خلقت من جديد، أكيد لأني كل يوم كنت موت معه 100 موتة، دقت الموت بعيوني 100 مرة. ما تبكي ماما، خلص ما تزعلوا، مش جاي زعلكم أنا. لكن ليش عم بتفتحي كل هالجروحات؟ طالما ما بدك إيانا نزعل ونبكي. عم جرب فسر لكم وفسر لحالي ليش بدي أرجع لإياد مع إنه جرحني وخانني. بدك ترجعي للرجال اللي خانك ومع مين؟ مع خطيبة خيك. أنت عارفة وسام شو بو؟ فت على الأوضة شفته قاعد عم يبكي مثل الطفل الصغير، انحرقت قلبه. يا شانا خيك مجروح وانت كمان مجروح. اسمعيني منيح يا بنتي، ما تفكري لأني صرت حتى قاعد وبدون شغل وخيك قاعد مش طالع من أمره شيء لازم تحملي كل المسؤولية وتدعسي على كرامتك كرمال المصاري. أنا وأمك وخيك مندبر حيلنا، ما حدا بيموت من الجوع. بس أنا ما بعطيكم من مصريات إياد بابا، ما تنسى أنا دكتور وكل يلي بعطيكم إياه من مصرياتي أنا. أنا قصدي كرمال بعدين، كرمال ما تتجوز الرجال معه مصاري كتير تترتاحي وتريحينا. نحنا ما بقى بدنا هالرجال، خلص هيدا الرجال عاطل، نيته مش صافية. لو كانت نيته صافية مش بس ما كان خانك مع هيديك المرض، كان تجوزك من زمان، من أول ما تعرف عليك كان لازم هلأ أني أولادك يكونوا صاروا نشلي. تركي بي تركي، أنا وأمك مش مبسوطين فيك هيك. أنت وياه صار لكم سنين بدون ارتباط رسمي. بس إياد رجال كتير منيح بابا، بحياته ما إزين بكلمة ورح نتجوز أكيد. هو بس عم يمرق بظروف صعبة، بس طول عمره رجال حنون ومهذب ومنيح وبحياته ما جرح مشاعري. هلقد بتحبيه عم بتدافعي عنه وتستري عليه كأنك مغرومة فيه كتير. ماما إياد هو الرجال الوحيد اللي حسسني إنه الحياة بعد حلوة، هو الرجال الوحيد اللي خليني أرجع وأقف على إجري. إياد هو اللي ساعدني حتى أكمل علمي وأتوظف بالجامعة بالمختبر. ماما إياد خليني أرجع أحب الحياة، فسر لي إنه مش كل رجال وحوش مثل نبيل. هلأ هو عم يمرق بظروف صعبة ولازم أوقف حده. أنا مش عم سامحه لأني ضعيفة أبداً، بس هي أول مرة بيغلط معي، لازم أعطيه فرصة تانية، بس أول وآخر فرصة. فوتوا تيتي فوتوا. مش الحال؟ يلا عمتي روح انت، الله معك. ما بدي وصيك على سامي والولاد عمتي. لا لا تخاف لا تخاف لا تخاف عليهم. شوفي الضو وين سامية. يلا حبيبتي يلا يلا. ليكو بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقة يلا 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 انت ارفعي. يا عيني ليش هيك عمي؟ يلا فوتي فوتي.
لك غرام، شو هالبيت الحلو، شو هالبيت الحلو يا عيني يا عيني. ها وفي ورد وش حلو كتير كتير كتير. ها وفي طاولة. هلأ بدي أعلمكم لعبة الشدة. شو زينة؟ ما بعرف اللعبة. ما بتعرفي تلعبي؟ بعلمكم وبدي أحكي لكم كمان قصص، بس هلأ روحوا غسلوا إيديكم. يلا لشوف. يلا قومي دوري حبيبتي. يلا يلا يا عمري. يلا 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 يلا. شو حلو هالبيت، شو حلو. ذكرني ببيتنا. يا الله شو دافي. شرف، هاي أول دفعة من الفدية، فدية حفيدتك بابا. تفضلوا قولوا لي شو طلباتكم لترجعوا لي بنتي المخطوفة عندكم. بنتك مو مخطوفة لك ابني، بنتك بقلوبنا وبين عيلتها وأهلها. ليك الله يوفقك، مو ناقصني مشاعر عواطف مهرية. قولوا لي شو بدكم مشان ترجعوا لي البنت وخلصوني. بدنا إياك تقعد لحتى تشرب معنا كاسة شاي مثل أيام زمان لما كنا صغار. تتذكر لما كان أبوك يجيب الراتب وتكون مرحومة أمك معه ويصيروا اسم المصاري؟ كنا نتمنى يضل ليرة واحدة مشان نقسمها أنا وأنت وعامر. تتذكر يا أخي ولا نسي؟ قوم عامر قوم عمل لك كاس شاي خلينا نعرف نحكي كلمتين. يلا. ولك يا أخي لا بدي أحكي كلمتين ولا بدي أشرب ضراب السخن. رحموني بقى، بدي أشوف بنتي وأطمن أنا. حاش بقى أعصابي ما أتحمل، قلبي رح يوقف. إياد بنتك مع عمتك مع أولاد عمّة محمود، وما في داعي إنك تخاف عليها كل هالقد لك ابني. أتصور طول الوقت قاعدين عم بيلعبوا بالتراب وعما يضحكوا وعلمتهم الرأس الغربي وهن علموها الرأس الشرقي، فشو بدك أحلى من هيك؟ محمود محمود بدي بنتي. عود عود خلينا نحكي كلمتين. عود اوعكم فكر ان احنا اصحاب ولا متربيين مع بعض في مدرسه ولا حتى قرايب. انت كل اللي ما بيني وبينك شغله وفلوسه بس، انت فاهم؟ تخلص العمليه دي وتاخد فلوسك وتغور في 60 دقيقه. أنا باخد فلوسي وجنى ونروح في أي حتة تانية بعيد عنك وعن أمها وعن كل القرف اللي انتوا فيه ده. بدك تشيل جنى من راسك جنى، ما رح ترجع لك لو السما زرعة. مالكش دعوة لا بيا ولا بجنى، انت فاهم؟ أنا رح أشرب شيشة عشان أروق دماغي. يبقى أدخل بقى يا حبيبي، خلي بالك من زوزو. Thank you.
فادي انت كتير حلو، انت عرفت رجال ما لقيت احد منك، تفضل إياد، خذ هاي الكاسة حلوة مثل ما بتحبها، فيها 3 معالق سكر. يا حلي بعدك متذكر. ولو يا إياد، ما نحن أخوة. أنا بدي أخذ 200 دولار، بدي خلي الأولاد يشوفوا دكتور. من وقت ما أجينا لهون ما راحوا على دكتور، إلهم 3 سنين، وبدي أخذ سامي أعمل له عملية إجهاض. ما فيني أجيب ولد ونحن بهالظرف، ونحن بهالذل اللي عايشين فيه. بس هاي جريمة، بيجي الولد وبتجي رزقته معه. أنا طالع شم هوا نظيف عبق على قلبي هون. لا تؤاخذنا، بيطلع لك تشم هوا برا. هو أنا بيسممك ما بيناسبك، ارجع اوروبا عيش هنيك. انت شفتي المرجوحة اللي معلقة على الشجرة جنب الكلب؟ ايه شفتها. كان عندنا وحدة مثلها بالشام ببيتنا بالبستان، ودايما كنت مرجحه لأياد فيها، وكل مرة يقول لي يا عمتي قوي، يا عمتي قوي، وأنا أقول له لك والله بخاف عليك، قوي قوي، عم قوي له عم قوي له. بلحظتها نادى لي أخي أبو محمود، يا شريفة يا شريفة، قولي على أمتي. بهالدقيقة وقع من على المرجوحة، يا علي شو بكي، يا علي شو عيط، يعني ما عاد أنا بدي أركب بالمرجوحة، وتعقت من وقتها وما عاد أقرب عليها. طب خبريني قصص عنك تيتا. آخ شو بدي أحكي لك يا تيتا، شو بدي أحكي لك عن حالي. أنا ما تجوزت، بس أولاد أخي كانوا مثل أولادي، ربيتهم كلهم. لأنه الله يرحمها ستك أم محمود ما كانت قوية، كانت تعتمد علي كثير، يا شريف احملي هالولد، يا شريف اجيبي هالشغل، يا شريف. وتعلمت وربيته، كلهم ربيته، وربيت بنت اخي زينة على قامتي اللي ماتت، اللي انت اخذتي اسمه، لانه ابوكي كان يحبها كثير ما يحبها اليوم، كان يحبها كثير. ايه يا طمني. وصلت، وصلت وعطيتهم المصاري وعم بتفاوض معهم على الباقي. طب شفتها لزينة؟ زينة حاطينها مع عمتي شريفة ببيت تاني ما بعرف وين، مع أولاد محمود ومرته. بس أنا مطمن، ما بعرف ليش. أكيد ما لازم تخاف، بالنهاية البنت مع أهلها ما رح يأذوها. بتعرفي جنى، أهلي كتير معترين كثير،
وضعهم بالويل. أول مرة بحس بالذنب، ما بعرف ليش. يمكن منشان هيك خطفوا البنت، حتى تضطر تروح لعندهم وتشوف التأثير يلي هني عايشين فيه. أنا رح شوف شو بدهم وخلص لهم كل أمورهم وجيب زينة وإجي لعندك ونطير على لندن فوراً. ما بقى بدي أقعد هون ولا يوم ولا ثانية، بدي أرجع لحياتنا هونيك. بس جنى قولي لي إنك بدك ترجعي معي، قولي لي يلا. هلأ أهم شيء أنت ترجع البنت بالسلامة وبعدين منحكي. طيب أنا برجع بحكي معك وبطمنك. يلا باي. بلش اقبض معاشي كل شهر بدي اعزمكم مرة على سهرة مثل السهرة اللي بتجنن. ايه وانا كمان مرة علي ومرة على نديم كمان. ايه مرة شركة حلبية يعني اربع مرات بالشهر ومرة كل جمعة. واو شو حلو. لك ملا اثنين جهلانين مش عارف كيف بدي خلص بيناتكم. مين بهالليل؟ يلا جود نايت. هذا هو اكيد. كنت أكيد إنك بعدك وياي مثلي. أنا وياك وضعنا أضرب من بعض. زينة طلعت عند أهله لإياد. هو فوق هلأ عم يتفاوض معنا رح ينزلها. وطلب مني إنه نضبط بغراضنا بأسرع وقت ونرجع على لندن. بعرف بشو عم تفكر. أصلاً أنا بعد ما أخذت قراري ولازم أرجع على لندن، كل شغلي هونيك، كل يوم عم بتصل أخذ يوم إجازة زيادة. ما فهمت، رح تسامحي على كل شي عملوا فيك؟ مش عارفة شو لازم أعمل. طب وأنا؟ أنا ما حدا عم يفكر فيي؟ أنا مش بس مصاحبة لتينا، أنا مغروم فيها، مغروم مثل حمار. طلعي بحالتك، رح موت، قلبي مكسور، بحبها بموت فيها. ولك حتى لو أنا قبلت سامحها هي ما بدها. مغرومة بإياد، إياد الواطي اللي أنت بدك تسامحيه وترجعي له. وسام أنا مش ما بدي أسمع. أنت شو بدي خبرك عني أنا؟ يكون بعلمك إذا بترجعي له لإياد أنا ما عندي أخت بقى. وسام اسمعني شو قلتلك؟ ما بدي أسمع شي. قبل ما أنت تجي لهون أنت وإياد وبنته كنت أنا وتينا بألف خير وكنا رح نتجوز كمان. مش مزبوط، مش مزبوط. هي قالت لي إنه ما بدها ترتبط لا فيك ولا بغيرك. أنت لازم تشكره لإياد لأنه فرجيك حبيبتك على حقيقتها، مستعدة تظهر عليك مع أي رجال صار ليومين بتعرفه. بس أكيد أنت مجنون، معقول تترك البلد وشغلك وتفل؟ صدقني أنا كتير مبسوط عن جد. عم بقلك يمكن تفكرني عم واسي حالي وبشان هيك عم بقول إني مبسوط، بس لا، يمكن هالخطوة صار وقت إني أخدها.
فكر هيك استأجر بيت كبير واجمع فيه العيلة، بابا وماما واخواتي، نرجع هيك كلياتنا نجتمع. بتعرف شو؟ بدي روح بوس سالم بين عيونها، لأنه هي كانت السبب إنه رح ترجع تجمعني مع عائلتي من جديد. بس ما تنسى، أنت راجع على لبنان ومش راجع على بلدك. مزبوط، بس جنب بلدي، ونضل قاعدين فيها لحتى تروق الأوضاع إن شاء الله ونرجع كلياتنا على البلد. أنا لما نزلت آخر مرة على بيروت شفت أخي وصحابي وكل الناس اللي بعرفهم، حسيت قديش أنا كنت حاسس بالغربة هون وماني عرفان. يمكن هذا الشعور تبع الاستقرار والعيلة هو اللي خلاني أجرب ارتبط بجنى. ايه بس شو رح تشتغل ببيروت؟ ولو إذا هالشهادات كلها ما رح يلاقوا لي شغل عمرها ما تكون. وشو وضعك أنت وجنى؟ أنا وجنى ما أنا ظابطة. هي بتحبه كثير لإياد، مستعدة تسامحه لو شو ما عمل معه، فخلص صحتك. صحة لندن. نتذكرهم مشان ما تنساهم. تدفع أجار هذا البيت سنة لقدام، منجدد العفش وندهنه ومنظبطه، بتاخذ لنا دكان أبو وديع أنا وعامر بنشتغل فيه، تدفع له للزلمة سنة لقدام، ناخذ المحل بغراضه بكل شي فيه، وأولادنا بيروحوا على المدارس، وبتخلص لنا أوراقنا، وبتعمل لنا إقامة، وبتعمل لنا تأمين صحي. ما بنعرف شو بيصير معنا. عندك مشكلة بهالطلبات؟ لا، ما عندي غير مشكلة واحدة بس، إنه هدول الطلبات بياخذوا وقت، وأنا ما فيني أترك بنتي معكم كل هذا الوقت. لا تاكل هم، ما بياخذوا وقت. أنت بس أعطيني مصاري، أنا بدفع أجار البيت وباخذ الدكان من أبو وديع، والمدرسة ليك قريبة، وبكرة الصبح منظبط الأوراق ومنجي لهون، تاخذ بنتك وبتروح. طيب أنا إذا نمت اليوم هون بقدر شوفها شوي بكرة الصبح وبعدين بننزل؟ شلون يعني؟ شو فيها؟ خليه يشوف بنته؟ قلت لا يعني لا. محمود حاجة هيك، روح جيب البنت وعطي إياها عوام، وبتكفيك هالمصاري. بوس إيدك يا أبي لا تتدخل، أنا بعرف أتصرف. الليلة بننزل على بيروت، بكرة الصبح منخلص الأوراق وبنرجع لهون، بتعطينا المصاري وبتاخد بنتك، بتحب ترجع تزورنا أهلا وسهلا، ما بتحب أنت حر. ماشي، شرف ننزل هلا. تفضل، أنا جاهز. إياد يعني كان لازم أخوك يخطف بنتك لحتى تتطلع فينا وتطالعنا من هالمصيبة يلي عايشينها. أنا بعرف إنك حاقد علينا، حاقد علينا بسبب أختك زينة، بس لا تنسى إنه زينة هي بنتنا كمان، ومو نحن اللي قتلناها لك ابني، مو نحن. بس أوقات بتتكركب الأمور وبتقلب الدنيا فوقاني تحتاني، وبتقفط المصايب على راس الإنسان لدرجة ما بيعود بيقدر يساوي شيء، وبيلاقي حاله تحت المزراب وغصب عنه. لك يا ابني يا حبيبي، الله أخذ أمانته، نحن شو طالع بإيدنا؟ مظبوط إياد، أحياناً الواحد بنحط بظروف بياخد فيها قرارات ممكن يندم عليها طول حياته. خلص بقى، اترك الماضي، خلينا أولاد اليوم. حاجة عواطف وحكي مسلسلات، هذا الكلام ما بيفيد هلأ. شرف إياد بيك، الله معكم، مع السلامة.
أنا رح فوت أتحمم ونام شوي. شوف أنت ما بتحب تنام نام. بدنا نفيق بكير. عنا شغل بكرة بالوراق بالأمن العام ها. وقت اللي بدك نفيق منفيق. زينب خير؟ جاوبني محمود. تتذكر أيام زمان؟ لما كنا عائلة واحدة؟ تتذكر؟ كانت عمتك شريفة تحن علينا وتنايمنا كلنا بحضنا. هلأ التاريخ عم بعيد نفسه. بنتك نايمة مع أهلها وناسها وبحضن عمتك. لا تخاف بتضلها بنت أخي، يعني من لحمي ودمي. شباب هون هون ليدا بسرعة لعندي.
بلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك يا رايقني يا رايقني كنت بوقتها اختفي شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي يا زمان يا شو بعمل باللي جواتي أسرني وحابس أنفاسي شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي يا